أستاذ محمود، أريد أسألك سؤال. اليوم اللي تعاني من مشكلة النطق والسم، هل هي مشكلة ولادية أم حادث؟ مشكلة السمع والنطق. نعم. بالبداية أنا ولدت ولادة بدون سمع. نعم. بالطفل يعني طلع أصواتي حيط يبكي، بالسمع ماكو. فمدة كان عمره 5 سنوات، أمي معلمة، أباوع درت حيوط الكبار، أباوع عليها بنظر، كانت تكتبهم على يدها بالكتابة، تكتب أباوع على الكتابة وتعلمت. فقمت أكتب من حيوطي، فشجعت أمي قالت هذا يفيد، لح تسجل بالمدرسة. سجلت بالمدرسة أول، ثاني، ثالث، 3 مراحل، واجهت صعوبات كلها قوية. ليش؟ لأنه المعلمة تريد قراءة تقرأ مو بس تكتب. فأنا تنت المعلمة من تدنا الإملاء، أباوع الشفة مالتها تنت كلمة أكتبها، واحد كلها 10 بس ما أقرأ. فتحت للسبعة تتهيت مشيت، وصلت حامة ابتداء السادس امتحان كلها ورقة، قمت أحد ميات لأن متفوق بس ما أنطق. متجت بالمتوسطة شوية نطق، قمت أنطق هذا نطقي بس مو طبيعي. كملت متوسطة وإعدادية وسنت هذا كله عافت ما تركتني لأن اعتمدت على نفسي وقمت أقرأ. يعني إذا تسمح لي أنه أريد أبين نقطة. اليوم إذا لاحظتوا مثل ما تفضل أستاذ محمود أنه أمه معلمة وهو كان بنفس المدرسة اللي أمه تعلم بيها، بس مدارس حتى يعني مدارس حكومية، حكومية. مدارس حكومية. نعم. فكان يراقب والدته لما تصحح أوراق الطلاب الباقين، فصار هو ذكي، اكتسب من مراقبته بالعين، اكتسب مهارة مراقبة مع النظر يعني. نعم. مجتمع نظر. نظر أباوع عليها كانت تكتب على يدها، أشوف الكلمة كلها وأكتبها، والطفل 5 سنوات. نعم. يعني معجزة يكتب كلمة. نعم. أشوف كان يكتبها باليد بخمس سنوات كان يكتب كلمة كاملة بدون دخوله مدرسة، لأنه يراقب والدته وهي تصحح للطلاب. هو ما يسمع لكن يراقب بعينيه ما تكتبه والدته. يعني والحمد لله كملت عاد إعدادية، من الإعدادية رحت كلية هندسة حاسبات. هندسة حاسبات بالجامعة التكنولوجية، كملت في بغداد جامعة هندسة حاسبات. وظلت سنة 2006 تعينت عاد مدرس.